قبل ما نتابع بأخبارنا الإقليمية والدولية، خلينا نشوف وضع الطرقات صباح اليوم بلبنان، خاصة الطرقات الجبلية. منحدد اليوم منطقة أعالي كسر، وين رئيس مركز جرف الثلوج في فريا توني صغير بينضم لنا هلا. صباح الخير توني. موجود، يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم في جديد على الطرقات؟ لا اليوم ما عندنا جديد اليوم على الطرقات ابدا، نزلت مبين طرقات مجاديفه مفتوحه، كل طرقات جبليه مفتوحه، طرقات الكاتدرائيه فريا الكاتدرائيه كمان مأمنه. نعم. راشيين وقفات وحافه تقريبا طرقات مجاديفه صارت الميزي، بس بدها توسيع شوي صغيره، بس بدنا نأمنوا على العالم لتقدر تروح وتجي ونرجع كفينا اياها. نعم، انتم معنيين فقط بالطرقات الرئيسيه صح؟ هلا نحن معنيين بالطرقات الرئيسية، بس إذا طلب أي شيء منا مساعدة للبلدية ما بتأثر البلدية. نعم، يعني الطرقات الداخلية هي من عمل البلديات. الطرقات الداخلية هي من عمل البلدية، بس السنة ظرف معين يعني البلدية ما عم تقدر فيه، عم نشوف نحن نساعدها شوي. بالنسبة للمنطقة عندك فوق قد إيه وصل سماكة الثلوج أكثر شيء؟ أنا تقريبا عندي هون بفرقية عندي شيء متر ونص. متر ونص. أكيد كان أكثر هلا. شو بيبيع فوق على العالم في 20 متر ونص. العالم يعني أنتم عم تقدروا تأمنوا مازوت، الناس عم تقدر تأمن مازوت، في مساعدات بهذا الموضوع؟ هلا نحن الدولة أمنت الماء. نعم. وفي فعاليات خيرية يعني مثل مثل السروين كمان عم يساعدونا تنزيل بالمازوت. نعم. الثلج من وين بلش؟ من اي ارتفاع؟ تقريبا ببلش الثلج ارتفاعه المضبوط من مفرق فيترون، بس صار لك الرجال على العالي لفوق، ربع شوط عندنا 40 50 سنتي ببلش يعلى الثلج. نعم، يعني اليوم ما استعملتوا ملح؟ لا اليوم استعملنا ملح لانه تقريبا ما كان فيها شوي شتاء، حلت الساعه بالفعل مشي حالها تراب. نعم. أنا بدي أشكرك توني صغيب رئيس مركز جرف الثلوج في فريا، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية.